السيسي يبحث مع وزير البترول تنمية حقل الغاز المكتشف بالبحر المتوسط ويوجه بسرعة وضعه على خريطة الإنتاج. محلب يشهد توقيع عقد إقامة المنطقة اللوجستية بطنطا بتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون جنيه. أولاند يقول إن فرنسا ستشارك في عمليات استطلاع جوي فوق سوريا ضد تنظيم داعش، وتبحث أيضا شن ضربات جوية لكنها تستبعد إرسال قوات برية. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة وضع حقل الغاز الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط على خريطة الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الوزير استعرض خلال اللقاء حقل الغاز الذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على احتياطات تقدر ب30 تريليون قدم مكعب، موضحا أنه تم الاتفاق مع الشركة الإيطالية على سرعة تنمية الحقل. كما استعرض الاجتماع موقف الاتفاقيات الدولية الجديدة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي واستثمارات الشركات العالمية في هذا المجال، لا سيما في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتيسير عمل تلك الشركات في مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة وتحفيزا للاستثمار. وقال السيسي في مقال كتبه لجريدة الديلي نيوز إيجيبت إن المردود الأولي لسياسات الاقتصاد الحكومية واعدة، حيث بلغت تقديرات النمو 4.2 في الموازنة 2014-2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوي يدور حول 2% فقط. وأكد السيسي أنه جاري إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا، فضلا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكانياته بالكامل. وعلى الصعيد السياسي قال السيسي إنه يتطلع إلى المساهمات التي سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر، ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة ولكن بصفة خاصة لدوره في مراقبة أداء الحكومة وتمثيله لمصالح الشعب. شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم توقيع عقد إقامة المنطقة اللوجستية بطنطا بمقر مجلس الوزراء. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه، وسيتم انتهاء العمل بالمنطقة اللوجستية خلال 3 أعوام على الأكثر لتوفير 10,000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. يذكر أن شركة أمريكية فازت بمشروع إقامة مناطق لوجستية وأسواق حديثة بمدينة طنطا في محافظة الغربية بهدف توفير فرص العمل والسلع للمواطنين بأسعار زهيدة. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم جولة أوروبية تشمل كل من فرنسا وبريطانيا لإجراء مشاورات سياسية مع مسؤولي الدولتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن شكري سوف يلتقي بنظيره الفرنسي لوران فابيوس لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب. وأضاف أبو زيد أن وزير بعد ذلك إلى لندن حيث يلتقي بكل من نظيره البريطاني فيليب هاموند ومستشار الأمن القومي البريطاني، وذلك لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. أعلى
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد من تقدموا بطلبات للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة بلغ حتى أمس الأحد 4136 شخصا، من بينهم 230 امرأة. وصرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن محافظة القاهرة هي أكثر المحافظات التي شهدت تقديم طلبات للترشح، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية. لليوم السادس على التوالي تواصل محكمة شمال القاهرة تلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكد المرشحون أن عملية الترشح هذا العام تختلف تماما عن السنوات الماضية. بالنسبة للعملية الانتخابية ممتازة، بالنسبة للمستشارين والموظفين معهم أداء متميز وراقي جدا، بيراجعوا ورقة. نسبة الاستبعاد مش هتبقى موجودة زي الأول، نسبة الاستبعاد المرشحين، لأن بيراجعوا ورقة. ماشية المواد صراحة بانتظام شديد جدا، وإحنا بنشكر رئيس المحكمة وبنشكر الجهات الأمنية فعلا، لأن فرق شاسع بين الانتخابات التقديم اللي فات والتقديم دوت. الإجراءات سهلة جدا عن كل مرة وأفضل كتير قوي، وكل الموظفين هنا يعني بيتعاونوا معانا بطريقة غير عادية. ولكن المعقب في الحاجه دي حاجتين، الموضوع الكشف الطبي مغالف ثمنه شويه، يعني انا بالنسبه لي ممكن ان انا هدفع، انما احنا عاوزين الشباب تقف معانا، لان الفتره القادمه دي فتره شباب. اعضاء لجنه الفحص التابعه للجنه العليا للانتخابات تقوم بفحص اوراق المترشحين يوما بعد يوم للتاكد من انها تستوفى شروط الترشح للبرلمان. الفحص دي احدى لجان اللجنه العليا للانتخابات، ودورها ان هي بتفحص كافه اوراق المرشحين راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وبنبدا عملنا من عقب تقديم المرشح للملف المطلوب منه مشمولا بكافه الاوراق والمستندات. يبدا عملنا منذ هذه المرحله من خلال ان احنا بنفحص هذا الملف ونشوف مدى مطابقته للشروط التي طلبتها اللجنه من اجل قبول ترشح المرشح من عدمه. هناك خطوط اتصال مباشر بين لجان انتخابات المحافظات المتواجدة في المحاكم الابتدائية وبين اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة أعداد المترشحين يوميا للفرد والقوائم وحل أي مشكلات تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة. حالة من الهدوء والانتظام داخل المحاكم التي تتلقى طلبات راغبي الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، عاصفة تنافسية بين المرشحين على صناديق الاقتراع، أم أن التوقعات تبشر بأجواء هادئة؟ من داخل محكمة شمال القاهرة، بسمة الشاعر، النيل. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادات مسؤولي الأمن الوطني حول القضية. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر للإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والحربي. قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر بالإعدام على 9 متهمين والمؤبد ل13 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقتل حارس عضو اليمين بمحكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وجهت المحكمة للمتهمين تهم قتل عبد الله متولي رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية عمدا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارة ودراجة بخارية وبندقتين آليتين ومسدسا. حكمت المحكمة أولا وعاقبت كل من خالد رفعت جاد حصن رهيم يحيى عبد الفتاح عزم أحمد الوليد السيد الشاب عبد الرحمن محمد عبد العظيم باسل محسن حسن الكريم أحمد محمود أحمد حسين مظهور محمد علي أحمد العدو ممدوح محمود ممدوح وافع عطية حسين وغيابية محمد جمال محمد عطية إسماعيل بالإعدام شرقا عما أرسل إليه. ثانيا حضوري
مشاهدينا ومعنا على الهاتف مراسلة النيل نادية النادي. نادية، كيف تابعت وقائع تابعتي جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة عالميا بقتل عضو اليمين بمحكمة الرئيس المعزول محمد مرسي حيث أنت في المنصورة؟ تفضلي. اليوم طبعا صدر الحكم في القضية المعروفة عالميا كما ذكرتي. هذه القضية طبعا تم بعد أن تم إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، وكانوا 9 متهمين، منهم 9 هم 9 منهم واحد ريادي. القضية متهم فيها 24 متهم، منهم 3 ريادي و21 حضور. كان هناك حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أيضا على 14 متهما، منهم متهم غيابي، والحكم 10 سنوات على متهم غيابي. هذه القضية طبعا ترجع لعام 2014 برقم 16850. هذه عندما كان يتوجه حارس العضو اليمين المستشار حسين أنجيل بعد أن أدى مهمته في منزل أمام منزله بمنطقة حي الجامعة، تم اغتياله على كبر الجامعة أثناء توجهه إلى منزله في عودته. هذه القضية طبعا أخذت فترة طويلة من التحقيقات والجلسات المحكمة. اليوم طبعا صدر الحكم بإنهاء هذه القضية، وكان هناك عملية من التأمين الشامل وسط غياب طبعا المتهمين، لم يكن هناك حضور التأمين في القفص. المحكمة كانت مؤمنة تماما من قبل قوات الأمن، لأن هذه المحكمة يوجد أيضا بها عملية تقدم المرشحين لمجلس النواب، فهناك عملية من التأمين الشامل حول هذه المحكمة. نعم. طيب سنكون معك على تواصل بالتأكيد نادية النادي من مقر المحاكمة في المنصورة، شكرا لك. تستأنف اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترعة محاكمة 227 متهما مخلى سبيلهم في قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 من يناير. تعود أحداث القضية إلى الاشتباكات مع قوات الأمن وأعمال العنف التي وقعت أمام نقابة الصحفيين وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معهد أمناء الشرطة مراسلة النيل ولاء الحديني. ولاء، كيف تتابعين وقائع جلسة اليوم؟ يعني غادة، تنظر هنا في معهد أمناء الشرطة اليوم عدد من القضايا، قضايا منذ قليل نظرت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 23 متهما من بينهم 4 محبوسين و19 مخلى سبيلهم في قضية أحداث عنف ميدان لبنان، على خلفية اتهامهم بقطع الطريق وحيازة أسلحة ومقرقعات وإثارة أعمال الشغب. منذ أثناء الجلسة ممثل النيابة قام بتلاوة أمر الإحالة والذي جاء فيه الاتهامات السابقة، دفاع المتهمين طلب الحصول على أجل الاطلاع. بعد ذلك قام المستشار معتز حفاجة برفع الجلسة، وخرج القرار بعد قليل وهو التأجيل لجلسة 17 من سبتمبر لمناقشة شهود الإثبات. هذا عن القضية الأولى والمعروفة إعلاميا بأحداث عنف ميدان لبنان، هذا من جهة. أما القضية الثانية التي تنظر الآن هنا هي قضية خلية الصواريخ. القضية تنظر الآن، والآن يقوم ممثل نيابة بتلاوة أمر الإحالة. جاء في أمر الإحالة أن هذه الجماعة أسست على خلاف القانون، والغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها واستباحة دماء المسؤولين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة ومقرقعات والكثير والكثير من الإتهامات التي وجهت إلى المتهمين. نعم. مراسلة النيل ولاء الحديني من معهد أمناء الشرطة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يفتتح اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند معرض الآثار المصرية العالمي أوزوريس كنوز مصر الغارقة بمقر معهد العالم العربي بباريس. يشهد الافتتاح وزير الخارجية سامح شكري ووزير السياحة خالد رامي والآثار ممدوح الضماطي ونخبة من الشخصيات البارزة في عالم السياسة والثقافة، وكذلك المهتمون بالآثار من مختلف دول العالم. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتبارا من غد الثلاثاء 8 سبتمبر وحتى 31 من يناير المقبل.
ويعد هذا الحدث استثنائيا وغير مسبوق نظرا إلى أنه للمرة الأولى ستعرض خارج مصر أكثر من 250 منحوتة أثرية تتناول أسطورة أوزوريس، بالإضافة إلى قطع أثرية من المتحف المصري والقومي واليوناني الروماني. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم إن فرنسا ستبدأ طلعات استطلاع فوق سوريا غدا، كما تبحث توجيه ضربات جوية ضد متشددي تنظيم داعش الإرهابي هناك. إلا أن أولوند استبعد خلال مؤتمر صحفي في باريس إرسال قوات برية إلى سوريا. فرنسا أيضا تعمل من أجل إيجاد حلول سياسية، من أجل إيجاد حل سياسي واضح للجميع، ونحن نعتبر أن يجب أن نتحدث مع جميع الدول التي تفضل هذا المخرج وهذا المرحلة، هذه المرحلة الانتقالية. أعتقد بالدول الخليج وكذلك روسيا، إيران، وكذلك العديد من الدول التي تدخل في هذا التحالف. هذا الانتقال بالنسبة لنا هو أساسي وضروري جدا، وأنني أبرره على أي حال. ينضم إلينا من القاهرة السفير علي ماهر، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى فرنسا. سيادة السفير، كيف تنظر إلى قرار أولوند بضرورة المشاركة على الأرض في الحرب على سوريا؟ في تطور ملحوظ في موقف فرنسا، أن فرنسا لحد الآن كانت عضو في التحالف ضد داعش، ولكنها اقتصر دورها على قيام عمليات جوية، ضربات جوية في العراق. ما أعلنه فرانسوا أولوند اليوم أنه سيقوم الطيران الفرنسي بالتنسيق مع التحالف بعمليات استطلاعية فوق سوريا، وعلى ضوء هذه نتائج هذه الاستطلاعات تم أغلب الظن قريبا عمليات ضرب لمواقع داعش في سوريا. هذا تطور إيجابي، لأنه الفترة اللي فاتت رأت تراجع داعش في العراق وتقدم داعش في سوريا، لأنه الضربات ما كانت كافية. وأما تواجد فرنسي عسكري على الأرض فقد استبعده فرانسوا أولوند تماما، وقال أنه لا يريد ما يمكن أن يفسر بما يمكن أن يفسر على أنه احتلال في أراضي سوريا. وفرانسوا أولوند يؤيد إيجاد حل عسكري، حل سياسي أنا متأسف، ولكنه يشترط ألا يقوم أي عمل يدعم موقف الرئيس الأسد. نعم، هذا ما كنت سأسأل عنه. وزير الخارجية المصري سيكون اليوم في باريس، وهناك ستتم بدون شك مشاورات مهمة وأخذ رأي مصر في هذا التطور الذي أراه إيجابي. نعم، هل برأيك لابد من أن يكون هناك تنسيق على أي مستوى مع الرئيس بشار الأسد والسلطة الموجودة الآن في البلاد، إذا ما بالفعل شاركت فرنسا في طلعات جوية وضربات جوية ضد داعش؟ وإلى أي مدى يمثل ذلك دعما للرئيس بشار الأسد برأيك؟ هو ما يقوله الرئيس الفرنسي أنه يرفض أي شيء ممكن أن يؤدي إلى دعم الرئيس بشار الأسد. حقيقة الأمر أنه يكفي من الدول الأوروبية والخارجية أنها تقرر ما تريد بالنسبة لحكومات ورؤساء الدول الأخرى، وما نرى أنه يجب الرجوع إلى الشعب. يعني يجب أن تقام انتخابات سياسية واضحة ويحدد الشعب هل يريد هذا النظام أو ذاك النظام. إنما أنه نحكم من الأول كده أنه يجب أن نستبعد فلان أو علان، هذا شيء لا أكرره. نعم، أشكرك سيادة سفير علي ماهر، سفير مصر السابق في باريس.
في سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو لم تخفي قط حقيقة تزويدها للحكومة السورية بمعدات عسكرية. وأضافت زخاروفا أن الهدف من إرسال هذه المعدات هو محاربة الإرهاب على حد تعبيرها، وأكدت أن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري في مكالمة هاتفية أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن مشاركة روسيا في عمليات عسكرية في سوريا. قصفت طائرات تركية من طرازي F-16 و-F-14 13 هدفا لحزب العمال الكردستاني. يأتي هذا في أعقاب اجتماع أمني طارئ عقده رئيس الوزراء أحمد داود أغلو في أنقرة لبحث تداعيات الهجوم الذي شنته عناصر حزب العمال الكردستاني أمس في بلدة داجليكا جنوب شرق تركيا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 جنديا تركيا. هجوم هو الأوسع والأخطر للمتمردين الأكراد حتى الآن ضد القوات التركية منذ بدأت الأخيرة شن هجماتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني أكد مقتل 15 جنديا في الهجوم الذي استهدف قافلة عربات مدرعة جنوب شرقي البلاد. الهجوم نفذته العناصر الكردية المسلحة بتفجير قنابل أثناء مرور سيارتين عسكريتين بإقليم هكاري القريب من الحدود مع العراق. رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قطع زيارة لمدينة قونية عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتعد أكبر محافظات تركيا من حيث المساحة، وعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الهجوم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن صدمته البالغة إزاء الهجوم، وأوضح أنه وقع خلال عملية تطهير وأنه نفذ بواسطة لغم. أردوغان توعد برد استثنائي وحاسم، وجاء الرد في شكل هجوم سريع قصفت فيه المقاتلات التركية 10 مواقع للمتمردين في المنطقة نفسها. أنقرة شنت في يوليو الماضي حملة كبرى لمكافحة الإرهاب ضد حزب العمال الكردستانية، منهية بذلك العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع الحزب الانفصالي قبل عامين. الجيش التركي يشن غارات وعمليات برية بوتيرة يومية ضد معاقل حزب العمال الكردستانية في جنوب شرق تركيا وشمال العراق، أسقطت المئات من مسلح الحزب وأدت إلى مقتل نحو 70 عنصرا من القوات التركية. تلك المواجهات بددت أي أمل بإنهاء صراع يعود تاريخه لـ30 عاما وأسقط عشرات الآلاف من القتلى. واصلت طائرات دول التحالف العربي صباح اليوم قصف مواقع تابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما أسفر عن انفجارات عنيفة في عدد من المناطق. على الصعيد السياسي، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، خاصة القرار 2216، وأن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية وانسحاب الميليشيات المسلحة من جميع المحافظات. تواصل طائرات التحالف العربي قصف مواقع تابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، غارات أسفرت عن انفجارات عنيفة في عدد من المناطق. الغارات استهدفت المجمع الرئاسي ومقرات عسكرية بالإضافة إلى المعهد التقني الصناعي بحي سعوان وكلية الطيران والدفاع الجوي بحي عصر ومعسكر النقل الثقيل في شارع الستين ومعسكر الحفا للحرس الجمهوري المجاور لمبنى الجوازات شرق العاصمة ومعسكر الحرس الجمهوري. وتكثف طائرات التحالف العربي في الآونة الأخيرة غاراتها على مواقع المتمردين الحوثيين في صنعاء، خاصة بعد الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 60 جنديا من قوات التحالف العربي في محافظة مأرب. من جهة أخرى، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، أكد على تمسك السلطة الشرعية بالسلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية. الرئيس اليمني قال إنه يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، خاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية
وانسحاب الحوثيين من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية. وأشاد هادي بالجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، داعيا المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمره الحوثيون. بانوراما نيل ما زالت مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. فيينا تدعو إلى وقف تدريجي للإجراءات الاستثنائية التي سمحت بتدفق آلاف اللاجئين إلى النمسا وألمانيا. السيسي يبحث مع وزير البترول تنمية حقل الغاز المكتشف بالبحر المتوسط ويوجه بسرعة وضعه على خارطة الإنتاج. محلب يشهد توقيع عقد إقامة المنطقة اللوجستية بطنطا بتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون جنيه. أولاند يقول إن فرنسا ستشارك في عمليات استطلاع جوي فوق سوريا ضد تنظيم داعش، وتبحث أيضا شن ضربات جوية لكنها تستبعد إرسال قوات برية. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال، ونتحول إلى الزميل أحمد فؤاد. شكرا لكم غادة ومنى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. من أخبارنا الاقتصادية نتابع افتتاح مؤتمر اليوروماني بالقاهرة. وزير المالية لا يستبعد طرح سندات دولية للمساهمة في سد عجز الموازنة المصرية. قال وزير المالية هاني قدري إن الحكومة قد تلجأ إلى الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آليات الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي 2015-2016. وقال دوميان في كلماته أمام مؤتمر اليوروماني الذي افتتح اليوم بالقاهرة بمشاركة 20 دولة إن مصر ستعتمد في المقام الأول على مواردها الاقتصادية الاعتيادية، والتي تسعى لازديادتها من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعددة التي قامت وتقوم بها. كما أشار الوزير إلى أن مصر تسعى لخفض العجز إلى 8.8% خلال العام المالي الحالي من 11.5% في العام المالي الماضي، مع تحقيق معدل نمو بنسبة 5%. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة قامت بإطلاع المستثمرين على المخطط العام لتنمية محور قناة السويس والفرص المتاحة للاستثمار في مصر. وقمنا بالإعلان عن الفرص المتاحة. هناك مخطط عام لهذه المنطقة، والفريق مهاب مميش قد تحدث عن هذه المسألة وقد قام بزيارة كثير من العواصم في العالم. ربما الناس في حاجة فقط إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لكي يطلبوا لقاءات لكي يعرفوا المزيد عن الفرص الاستثمارية المتاحة بسبب قناة السويس. نحن نتواصل ونطلعهم على كل ذلك، ونحن نقوم بذلك بشكل جيد لأن هذا هو مستقبل البلاد. وأضاف وزير المالية إلى أن الاكتشافات الطاقة الجديدة في مصر ستساعد الدولة على تقليل عجز الطاقة، مؤكدا أنها لن تثني الحكومة عن المضي قدما في طريق الإصلاحات. الاكتشافات الجديدة لن تصبنا
مرض يوقفنا عن تنفيذ الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها. هي لن تبطئنا، هي تساعدنا بطريقة أفضل للتغلب على فجوة الطاقة وعجز الطاقة الموجود لدينا، ولكنها لم تمنعنا من الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها. هي سوف تعطينا فرصة للعمل لكنها لن تجعلنا نتأخر في هذا المجال. هذه رسالة أردت أن أوصلها من خلال هذا المؤتمر. ومن مقر انعقاد المؤتمر تنضم إلينا مباشرة الزميلة نشوى صالح. نشوى، يعني ما هي أهم الفعاليات التي شهدها مؤتمر اليوروماني خلال جلسة الافتتاح اليوم؟ بالفعل أحمد، تم الافتتاح اليوم في تمام الساعة 9 صباحا من هذا اليوم، وهو مؤتمر اليوروماني مصر تحت عنوان تمويل المستقبل، وذلك خلال اليوم 7 أغسطس وحتى الغد. هذه الدورة تعد هي الدورة 20 لهذا المؤتمر، فقد أقيم لمدة 20 سنة سابقة في مصر. وسوف تأمل هذه المنظمة العالمية الدولية، لمن لا يعلم هي منظمة دولية تهتم بتنظيم المؤتمرات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وذلك لجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات إلى هذه الدول التي تنظم هذا المؤتمر. طيب هذا المؤتمر يعني بدأ، تفضل. ما هي الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال جلسة الافتتاح اليوم فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة في مصر؟ بالفعل أحمد، تم التركيز اليوم في الجلسة الافتتاحية التي كانت بحضور الدكتور قدري وزير المالية، وذلك أكد فيها على أن المناخ في مصر هذه الأيام وفي الأونة الأخيرة مناخ متميز للغاية لاستقبال العديد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس. هذا المشروع العملاق الذي ساهم فيه المصريين بأموالهم الخاصة، وذلك كنوع من أنواع التمويل المتوسط أو القصير كما ذكر على حد قولي، إلا أنه ساهم هذا التمويل في مشروع عملاق طويل الأجل. لم يكتفي بهذا فقط، ولكن قال أن المناخ هنا في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تسير بالتساوي مع وجود مظلة آمنة للحماية الاجتماعية للمواطن المتوسط الدخل وكذلك المواطن من محدودي الدخل، كل هذه في إطار كما ذكرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تفتح أفق جديدة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق تجديد آليات التمويل في مصر، وذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية وجذب عدد من المستثمرين الأجانب من الدول المختلفة، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمار الحكومي، وذلك على وجه التحديد في المشروعات الخاصة بالبنية التحتية كالطاقة والكهرباء. أكد أيضا أن المناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات ليس فقط بعد افتتاح قناة السويس، ولكن أيضا بعد الاكتشاف الكبير والعظيم لحقل الغاز الكبير الذي سيفتح أفق كبيرة للاقتصاد المصري. نعم. على العالم الخارجي. نعم. أيضا هناك حزمة من المشروعات الهامة على جانبي محور قناة السويس، وهو أرجع أن أهمية قناة السويس ليست هذه القناة في حد ذاتها، ولكن ما ستفتحه من أفق للمزيد من العمل للشباب المصري وللمستثمرين الأجانب. نعم. على جانبي القناة. أشكرك. نعم. زميلة نشوى صالح من مقر انعقاد مؤتمر اليوروماني بالقاهرة. قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن الحكومة تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي. وأضاف سلمان في كلمته اليوم الاثنين أمام مؤتمر يوروماني أن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية، متوقعا الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال 7 سنوات. ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري كيرت فيرجسون أن السوق المصرية كبيرة الحجم وهامة بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ. نحن
نحن نرى أن مصر سوق كبير بالنسبة لنا لأن عدد السكان 90 مليون. إذا كنت تعمل في مجال المستهلكين فبالطبع هذا رقم يعد كبيرا وأساسيا. أنت قد تحدثت كذلك عن دخل الفرد. نعم مصر لدينا قطاع كبير وهذا يعني أن كل امرأة وطفل ورجل يشربون 2 من منتجاتنا كل أسبوع بينما بالنسبة في الصين 3. ونحن نتمنى أن تكون الصين بحجم مصر ولكن بشكل عام مقارنة بالمكسيك التي يصل إليها إلى 600. عندما يكون لديك متنوع من المنتجات مشروبات غازية بالإضافة إلى عصائر نحن نرى أن هناك كثير من الإمكانيات الموجودة. لقد سألت عن مبلغ 500 مليون سوف نجعله كبيرا بقدر ما يتطلبه الأمر. نحن نرى فرص استثمارية هنا. انطلاق مؤتمر يورومانيا في القاهرة كان له أصداء إيجابية على البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها صعودا جماعيا خلال التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1 مليار جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو 121 مليون جنيه. أعلن وزير التموين خالد حنفي التعاقد على استيراد 105,000 رأس ماشية من السودان وذبحها بالمجازر المصرية تحت إشراف طبي وبيطري. وأضاف الوزير أنه سيتم طرح تلك اللحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بسعر 40 جنيها للكيلو تيسيرا على المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وأشار حنفي أن هذه هي المرة الأولى أن يكون لوزارة التموين الدور أكبر عن القطاع الخاص في توفير اللحوم للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة. انتهت هذه الوقفة الاقتصادية. عودة من جديد للزملاء منى الشايب وغادة فاروق لاستكمال أخبار هذه الساعة. شكرا لك. أحمد. أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تدفق المهاجرين من شأنه أن يغير ألمانيا متعهدة بالعمل لجعل هذا التغيير إيجابيا للبلاد داعية في الوقت نفسه إلى التضامن الأوروبي لاستيعاب العدد القياسي للاجئين. كانت الحكومة الألمانية قد خصصت أمس 6 مليارات يورو إضافية من أجل التعامل مع احتياجات النازحين إليها هربا من الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط. بعد تدفق ما يقرب من 14,000 مهاجر عبر الحدود المجرية إلى النمسا وألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية، دعت النمسا إلى الوقف التدريجي للإجراءات الاستثنائية للتعامل مع اللاجئين. وقال المستشار النمساوي فيرنر فيمن أن كل من حكومته والحكومة الألمانية تحرك بشكل سريع لإيجاد حل عاجل للأزمة وحان الوقت للعودة إلى الإجراءات العادية المتبعة في مثل تلك الأحوال. من جهتها خصصت الحكومة الألمانية 3 مليارات يورو لمواجهة تدفق المهاجرين بالإضافة إلى حزمة أخرى من القرارات مثل التعجيل بإجراءات اللجوء وتسهيل بناء ملاجئ للمهاجرين. كما تعتزم الحكومة تخصيص 3 مليارات يورو إضافية لدفع إعانات اجتماعية لطالبي اللجوء. بالتزامن تباينت ردود فعل الحكومات والشعوب الأوروبية إزاء أعداد المهاجرين القياسية التي تتوجه يوميا إلى القارة العجوز. ففي الوقت الذي أعلنت فيه نيوزيلندا عن استعدادها لاستقبال 750 لاجئ سوري فقط على مدار 3 سنوات
تجمع آلاف السويديين وعلى رأسهم رئيس الوزراء في ستوكهولم لإظهار دعمهم وترحيبهم باللاجئين. سنعمل على تحويل الأسى الذي نشعر به إلى عمل، لأننا بالطبع يجب أن نتحرك والسويد ستتحمل نصيبها من المسؤولية. وعند وصول آلاف المهاجرين إلى مدينة دورتموند الألمانية، استقبلهم المئات من أهالي المدينة بالترحيب قبيل توجههم إلى أحد ملاجئ الطوارئ التي تم تخصيصها لهم. أتيت مع ابنتي لأرحب بهم لأن والدي كان مهاجرا من باكستان وجاء إلى هنا بسبب الفقر، لذا فأنا متعاطفة للغاية معهم ومع ظروفهم، لأن لا أحد يساعد سوريا، فعلى الأقل يمكنهم أن يقيموا هنا. ويبقى السؤال الأهم، هل ستنتهي معاناة اللاجئين عامة والسوريين خاصة بوصولهم إلى ألمانيا، أم ستكون مجرد استراحة قصيرة قبل بدء مرحلة أخرى من الصعوبات، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الألمان اليمينيين المناهضين للهجرة؟ استشهدت ريهام دوابشة والدة الرضيع الذي استشهد جراء قيام مستوطنين يهود بإحراق منزله بالضفة الغربية في يوليو الماضي، واستشهدت الدوابشة متأثرة بحروقها لتصبح بذلك الضحية الثالثة لهذا الهجوم بعد طفلها الرضيع علي ووالده سعد، ويرقد حاليا الابن الثاني للأسرة في حالة خطيرة في إحدى مستشفيات إسرائيل. كان مستوطنون يهود قد أحرقوا منزل سعد دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية في 31 من يوليو، ما أثار موجة انتقادات واسعة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في غواتيمالا أمس، والتي أعقبت أيام فقط من إسقاط الرئيس السابق في فضيحة فساد، ليتقدم سباق الرئاسة وجه سياسي جديد، وهو الممثل جيمي موراليس، الذي تشير النتائج إلى أنه في طريقه لخوض جولة إعادة في أكتوبر. وقالت مفوضية الانتخابات في غواتيمالا إن موراليس الذي يمثل الوسط حصل على 25.6% بعد فرز 12.66% من الأصوات، في حين جاء بعده مانويل بالزيون وهو رجل أعمال محافظ بحصوله على 21.2%. وأضافت المفوضية أنه من غير المتوقع أن يتجاوز أي مرشح حد 50% اللازم لتفادي خوض جولة إعادة الشهر المقبل. بحث مسؤولون من الكوريتين لم شمل الأسر التي كانت قد تفرقت خلال الحرب الكورية، والتي استمرت منذ عام 1950 وحتى عام 1953. جاء ذلك خلال لقاء مبعوثي الدولتين بمنطقة بان مونغنون ومنزوعة السلاح، والتي تفصل الدولتين عن بعضهما. كانت الكوريتان قد عقدا في نهاية أغسطس الماضي اتفاقا يقضي بانتهاء المواجهة العسكرية بينهما، كما تضمن الاتفاق بندا يتعلق بلم شمل الأسر المتفرقة. يذكر أن نحو 130 ألف شخص من كوريا الجنوبية لهم أقارب في الشمال، نصفهم تقريبا لا يزال على قيد الحياة. بانوراما النيل المتواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل الرياضي، إقبال على سوق درقاش في محافظة الجيزة، أحد أكبر أسواق الإبل في العالم. تعد سوق برقاش في محافظة الجيزة من أكبر أسواق الإبل في العالم، وتعمل على مدار الأسبوع، لكن يومي الذروة هما الأحد والجمعة. وانتقلت السوق إلى برقاش منذ أكثر من 20 عاما من منطقة البراجيل، ويهيمن على تجارتها أبناء الصعيد. رحلة طويلة تقطعها الإبل من السودان إلى مصر، من درب الأربعين إلى ضراوف وادي النقرة، ثم وادي الصعيدة، وأخيرا هنا في سوق برقاش بمحافظة الجيزة. والمحطة حمرة الشيخ، كويس، تجي منها النهود، كويس، تقوم من هناك تجي دنقلة، من دنقلة تجي أرجين، من أرجين حتى تجي مصر. فوق الجبل وبعيدا عن العمران،
تقع السوق. أهلا بكم في جولة نستمتع خلالها بتفاصيل عالم فريد يعود بك إلى ماض بعيد، أبطاله آلاف الإبل ورجال أشداء، ملامحهم ريفية أو جنوبية حادة لكنها لا تخلو من طيبة ووداعة. يتداولون فيما بينهم لغة خاصة وتحديدا في عملية البيع والشراء من خلال المزاد. عشرة الجمل بالنظر مش بالميزان، حسب المهنة حسب الخبرة، ملوش دعوة بالميزان، حسب مهنتك في الجمل ده بيع عشوائي، والجزار هو شطارته والبيع والشرطة. ويطلق التجار على الجمل المستورد الذي يعيش ويعتمد لفترة على الأعلاف المصرية، يطلقون عليه الجمل البلدي ويكون سعره أغلى. حيوان ده يقدر يقعد 15 يوم و 40 يوم من غير أكل وشرب. طب ما سألناش الجمل ده بيعيش على إيه؟ الجمل ده بيعيش على الصنام اللي في ظهره. الصنام اللي في ظهره ده يعتبر كلوكوز بالنسبة للجمل، اللي هو الأعلى حتة في منطقة الجمل. مجرد ما الجمل يكون بطنه ما فيهاش لا أكل ولا شراب ولا مية، الكلوكوز ده بينزل على جسمه بيخليه يديله الطاقة. ورغم جدية عملية البيع والشراء، لكن ذلك لا يمنعهم من الترويح عن أنفسهم حتى في أوقات العمل لكسر الملل، فتجد الابتسامة تعلو الوجوه رغم التعب. لحمة حمراء، لحمة حلوة، لحمة ما فيهاش دهون. وانتقلت السوق إلى برقاش منذ أكثر من 20 عاما من منطقة البراجيل في الجيزة، وتعمل تقريبا طوال أيام الأسبوع، لكن يومي الذروة هما الجمعة والأحد. كل هذا الجمال والجمال لن ترونه إلا هنا في برقاش. أهلا بكم في تجربة فريدة تعود بكم قرونا من الزمان. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الإبل. محمود العزالي، النيل. نهاية بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. السيسي يبحث مع وزير البترول تنمية حقل الغاز المكتشف بالبحر المتوسط، ويوجه بسرعة وضعه على خريطة الإنتاج. محلب يشهد توقيع عقد إقامة المنطقة اللوجستية بطنطا بتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون جنيه. أولاند يقول إن فرنسا ستشارك في عمليات استطلاع جوي فوق سوريا ضد تنظيم داعش، وتبحث أيضا شن ضربات جوية لكنها تستبعد إرسال قوات برية. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.